صباح الخير من الجوهرة الزرقاء. كاينين في مدينة الشاون، جينا نبدلو الجو. صراحة كنا في كازا، مشينا قدينا واحد الغرض هو الأول وطلعنا للشمال باش هكا نبدلو الجو. كاينة أنا وفوزية، صباح الخير. صباح النور. وعزيز، صباح الخير شيف، كي صبحتي؟ صحيتي مزيان؟ وهذاك المهم البنات، اليوم غادي نديكم نصريكم معايا في المدينة. أنا براسي أول مرة كنجي ليها، ما عمرني جيت للشفشاون، كنت كنجي للشمال مي الشفشاون، ما عمرني ما وصلت هاد المدينة. هادي المدينة اللي معروفة بالهدوء ديالها، الطبيعة ديالها، واحد المدينة اللي غزالة. تلمو كنتفرج في الفيديو ديال اليوتيوبرز لي بلوغرز اللي كيجيو هنايا، كان عندي واحد الشوق فوقاش نجي ليها، فوقاش نكتشفها حتى أنايا. المهم اليوم غادي نديكم معايا، غادي نكتشفوا المدينة مجموعين. أول حاجة حنا يلاه فقنا غادي نجلسوا باش نفطروا، كاينين في واحد لوطيل، لي زوطيل هنايا صغيورين وزويونين، الناس اللي كيعجبهم هادشي ديال الصناعة التقليدية، لي زوطيل اللي كيكون فيهم ديك لاتوش المغربية التقليدية على حقها وطريقها، غادي ترتاحوا هنايا، غتلقاي راسك هنايا. كما قلت لكم حنا غادي نجلسوا نفطروا، شوفوا لا تيغاس شحال كيحمق، كتبان لكم المدينة كلها. شتوها مدينة الزرقاء، غنجلسوا كما قلت لكم باش نفطروا ونتلاقى بكم من بعد. فطور بلدي على حقه طريقه، حريشات مسمان، زبده بلديه، زبده عاديه، كونفيتور، خبياز، واكيد اتاي. كاش نفطروا بلا اتاي، وشوفوا واحد المنظر حنا مقابلين معاه شحال غزال. ماشي الزبدة بلدية، أنا كيسحب ليا واش الزبدة حتى دقناه. شو سميتو عزيز؟ شنو هو؟ هادو؟ هادو ولا هادي؟ أقول لي هاديك هي الأولى. هادي بايسار. لا بايسار. بايسار ولا بايسار؟ بايسار. بايسار. هكاك بالبا. هذا الجبن. سميتو؟ الجبن. تورك على ديك الجبن. أييه الصراحة والله إلا اللهجة ديال الناس ديال الشمال غزالة تبارك الله. والجوية اللي تلاقينا معاها تيحمق، عرفتي ما كاينش داك البرد بزاف، كاين واحد الشميشه زوينه. غير غنساليو الفطور نديكم نساليكم معانا. النصيحه اللي نعطيكم، ملي تجيو الشفشاون لبسوا سبرديله بحالي بحال هكا، حيت كاين تبارك الله جات في وسط الجبال، يعني خصكم تمشاو وخصكم السوفل. وحنا باقي تنكتشفوا في المدينه والجو غزال كيحمق، وانا باقي تنصور لكم كما قلت لكم اي بلاصه مشيت ليها راه غادي نبارطاجيها معكم، حيت بصح هاد المدينه غزاله كتحمق. جيتكم بلبسة الشمال. البنات والله واخا نصور لكم حتى نعيا، كنصور حتى نعيا، نصور لكم قنت بقنت، ما غتملوش من هذه المدينة الغزالة الرائعة اللي كتحمق. انا حماقيت عليها بيني وبينكم، نحاول انني نبارطاج معكم الماكسيموم اي بلاصة مشيت ليها غادي نصورها لكم. الصراحة انا حماقيت على هذه المدينة. They've all gone out the window of this car. And when I feel
دابا جينا لواحد الصحه تيقولوا ليها صحه وطن حمام، جينا لواحد الكافي باش نشربوا هكا شي عصير ونرتاحوا. الصراحه بيني وبينكم عييت كما قلت لكم، تقول لكم السفل باش تقدروا تمشوا باش تكتشفوا المدينه. حنا حطينا طوموبيل ما تحركناش بها نهائيا، حيت المدينه مدينه صغيره تقدر تكتشفها غير برجليك. غزاله زوينه بزاف، فيها ما يتشاف تبارك الله، كما شفتوا معايا المناظر. مدينه اللي هادئه، بغيتي ترتاحي ديال بصح انا نصحك انك تجي الشاون، انا متاكده غتعجبك بزاف. دابا شادين طريق غادي نمشيو لتطوان. بيني وبينكم كاين الصاد، قلت لكم قبيله ما كانش الصاد، ولكن واحد الموت ديال الصاد. ولكن واخا هكاك بروفيتينا مزيان، درنا المدينه مزيان، حمقاتني المدينه ديال شفشاون اول مره نجي ليها. تحيه للناس ديال الشمال، تحيه كبيره، حيت بصح والله لمست فيهم واحد الطيبه، واحد الرقي في التعامل الصراحه. سواء كنا كنمشيو لي كافي، الناس اللي خدامين في لوتيل، الناس اللي تلاقينا معاهم غير هكا. وتحيه كبيره للشماليات كاملين اللي متبعيني، بزاف منكم اللي تلاقيت بهم، الله يخطيكم عليا البنات. شي حاجه كتفرح فاش كنمشي لاي مدينه كنتلاقى بزاف الناس متبعيني. المهم دابا كما قلت لكم غنشد الطريق لتطوان، تما فين غادي نتغداو. وكنظن اليوم غادي نباتو في طنجه، المهم مازال ما بان البروغرام كي داير. وجينا دابا نطلعوا على هذا الواد نديروا 11 تصويرات، ما عرفش شنو سميتو بالضبط صراحه، هي كنا غاديين في الطريق وبان لينا وقفنا حداه. دابا يلا وصلنا لتطوان، كما قلت لكم غنمشي ديال الحوت. وسولت الناس في انستغرام على شي ريستورون تكون زوينه، سيبتوني لواحد ريستورون تيقول لها امريكان ولا بحال هكا. يلا جينا غادي نشوفو اشنو غنقدرو ناخدو بالنسبه للحوت. ثلاثة دينا سالاد حطونا معاه الزعلوك. المهم بالنسبة لهاد الغيستورون البنات كما قلت لكم نصحوني بها الناس اللي متبعيني في انستغرام، الله يخطيكم هادشي باش زوين. يعني اللي كتكوني مشيتي للمدينة وما عرفاش فين تاكلي كتسولي تيصيفطوك لي بون زادغيس كي تنقولو، حيت بانت ليا الماكلة عندهم نقية. والحاجة اللي عجبتني كثر السيستيم، ياك كتمشي كتختاري الحوت كما شفتو معنا، حنا راه مشينا اختارينا الحوت. شوفوا بعدا البلاصة راه أنفاس مع البحر، كما قلت لكم كتمشي كتختاري الحوت اللي بغيتي يعني هكاك طري خضر كيف زعما ما طاير، شو كتعطيه لهم كتقول لهم ها شنو بغيت شنو بغيت. ولا سلطه حتى هي كتختاريها على حسب اللي بغيتي، كيبانوا لي سلطه عندهم زوينين. ايوا نجلسوا نتغداو بصحتنا وراحتنا، تنتغداو ونتلاقى بكم. شو نجيبوا شي دويره حدا البحر زوينه. لا سلطه الزواج عجبتهم بايلا عز كي جاتك اسكو غير بايلا؟ واه بايلا يا سلام ماكله زوينه عندهم. المهم شفتوا لتطوان جيو لهاد الريستورون، شو سميتها مزال؟ أمريكان ياك؟ أمريكان كنظن، المهم ما عرفتش نقدر نسميها. المهم ماكله زوينه، ماكله زوينه عندهم صراحة. وبالنسبة للبلا ديال الحوت خدينا حوت مشكل بحال هكا، هادو داروهم لينا مشويين وخلاص كالامار كوفيت وهذا مقليين، وهما ضروري لي فريت. أنا ما خديتش الفريت زعما زعما بقات في الفريد قولي لي يلا دخلنا لوطيل. اول حاجه درتها البنات هي جيت للدوش، دوشت باش نحيد ليا العيا ديال النهار كامل اللي راكم عارفين، ومن نهار ارتاحوا شويه. حنا دابا في طنجه كما قلت لكم غنباتوا هاد الليله هنايا. غادي نوريكم غير بالنسبه لي برودوي اللي انا غادي نستعمل البشره ديالي. كتعرفوا ملي كتكوني خارجه النهار كامل كتكوني دايره مكياج، يعني البشره كتكون ديجا تضررات. فاش كتدخلي للدار ولا لوطيل ولا هذا فين ترتاحي كيخصك يعني تهلاي في البشره ديالك شويه. وكتعرفوني انا الروتين ديالي ما كنستغناش عليه، راني ديما كنجيبو معايا. اول حاجه درتها بعدا هي انني غسلت وجهي بهاد البير سكين هذا ديال اوريفلام، استعملت لابغوس ديالي ديال فوريو جات معايا كنحس بها كتنقي البشره ديالي من الاعماق فاش كنغسل بها. من بعد استعملت البنات الكوماج
ضروري ومؤكد من القماش كيحيد كاع دوك الخلايا الميتة كاع داكشي اللي كيكون عندك في البشرة ديال كذا ديال الأشعة أورغانيك الاجتماعية ديال القهوة اللي هو اللي استعملت. ولكن الحاجة اللي بغيت نهضر لكم ليها اللي بغيت نهضر ليكم عليها المهم دابا شوفوا بديت كندخل خرج الهضرة حيت جاني العيا وخصني الناس وخصني نرتاح غادي نشارك معكم هادشي دغيا دغيا ونمشي باش الناس. الحاجة اللي بغيت نوريكم البنات هو هاد الماسك هذا يلاه تقريبا ثالث مرة أنا كنستعملو وعجبني وقلت نشاركو معكم كتعرفوني فاش كنستعمل اي برودوي كيما بغى يكون وكنلقى عليه نتيجه كنجي نشاركو معكم. هذا ما عرفت واش تكونوا ديجا جربتوه نتوما ولا لا. هذا الماسك زوين كيعطي نتيجه من الاستعمال الاولى. غادي تقول لي كيفاش عرفتي كتحسي بالبشره ديالك فيها واحد النضاره غزاله وكما قلت لكم خصوصا انا اليوم نهار كامل دايره ماكياج يعني خصتني شي حاجه اللي تصبح لي البشره ديالي مرتاحه وزوينه على شكل ستيك بحال هكا كما كتشوفوا شفتوه وسهل وبخاتيك في الأدرة نيت دابا على وجهي مزيان كما غسلتو بخاتيك في الاستعمال ديالو. المهم ها هو انا خديته من واحد عند واحد الصفحه ديال الانستغرام دابا نخليها لكم دايزه من هنا نتوما تقدروا ما عرفتش فين تقدروا تلقاه سينو وخذوه من الصفحه اللي خديته منها حتى انايا صراحه زوين بزاف. انا كومونديت عند تاع دي برودوي حنا نخليو تمشي لدار نوريهم لكم كدير دي برودوي اوتنتيك وزوينين واكيد دهنت الكور ديالي جبت معايا الكريم اللي كنستعمل دائما وليتو كلكم كتعرفوه هذا ديال اونيفير بريفيليج. مؤخرا البنات خديت لاغام ديال كانت عندي في الاول لاغام ديال الفاني فاش تسالات ليا خديت هذه ديال فلور دورونجي بما انه الصيف الصيف انا كتحمقني الريحه ديال فلور دورونجي كنحس بها كتعطي الانتعاش خديتو اكيد هو والسيروم ديالو بجوجهم هادو ما كيخطونيش مورت الواش خصوصا انهم طبيعيين زوينين بزاف بزاف ديري لوكور ديالك كامل يا سلام. وحاجه اخرى مسك الطهاره الا كنت ننصحكم البنات بشي مسك الطهاره اللي زوين شوفوا شحال بقى ليا فيه اللي كيخلي فيك ريحه نقاء مرت الواش. هادو شي حوايج اللي اساسيين خصهم يكونوا عند كل سيده فينا كما قلت لكم. بالنسبه لمسك الطهاره هذا ديال بيت الخليل من اروع الامساك لاني جربت كنديرو في اي بلاصه فيها دقه ديال النبض عندي ديامور بنيه المنطقه الحميميه غير هو ديرو غير في البلاصه ديال المايو راكم عارفين طريقه الاستعمال ديالو صراحه تيخلي فيك واحد الريحه زوينه كتبقى شاده مده طويله طويله. وبالنسبه للروتين ديال الليل راكم عارفين كنستعمل هذا الكريم بغيت نعطيه الوقت ديالو هذا الكريم البنات ديال لبان الذكر اللي خديت من عند اشعه اورغانيك هو اللي كندير دابا في الروتين ديالي وكندير الزيوت اكيد الزيت ديال ايسونس كوزميتيك هذا ديال لوفيك دو بارباري والزيت تاع الارغان اللي حتى هو ما كنستغناش عليه نهائيا. ايوا صافي دابا غادي نغسل هذا الماسك نتسنى حتى نشف نغسلو ونشف شعري عادي الصراحه عمرت هذا البينوار بالماء بقيت فيه تقريبا شي ساعه على روب عادي رجليا ما نعاودش لكم انا باش نقول لكم الصراحه ما فاش كانت تمشى بزاف واخا هذه حاجه خايبه ماشي حاجه زوينه راني عارفه راسي خصني نبقى نتمشى واليوم تمشينا بزاف يعني حتى معجبتنا المدينه ديال شفشاون بقينا تندورو تندورو حسيت برجلي تيضروني عادي ما دخلت للطيب اول حاجه بانت لي هو داك البينوار عمرتو بالماء وجلست فيه واحد الساعه وانا تنترولاكسا. المهم غادي نكمل لاوتين ديالي البنات وكما قلت لكم هذا الماسك هذا الا لقيتوه غير خذوه راه غادي يعجبكم وغادي تردوا البال النتيجه ديالو من الاستعمال الاول. بالنسبه للماسك انا ديجا راني دايره على البشره ديالي كما كتشوفوا غنخليها حتى ينشف مزيان عاد نغسلو صراحه كما قلت لكم زوين بزاف. وحاجه اخرى نسيت ما بارطاجيتش معكم هي هذا البارفان هذه كما كتشوفوا خديتها مؤخرا عند سكينه اونيفير بريفيليج هذه ماشي زوينه زعما كلمه زوينه قليله في حقها تلمو ريحتها كتبقى شاده خطيره البنات ريحتها فنفنه كتعرفوني مولوعه ماشي حاجه ديال التعطير شي حاجه ديال التعطير ديال الشعر انا كنبغي الشعر تكون فيها ريحه زوينه الصراحه. كاين اللي ما عندها سوق يعني كدير غير سيروم عادي وكتخرج ما عندهاش مشكل مي انا كتعجبني شعري يكون فيه ريحه زوينه. المهم كل واحد شنو مولف كما قلت لكم بالنسبه لهاد البارفان هادي غزاله حتى هي الريحه ديالها فنه بزاف بزاف. ايوا صافي دابا غادي نغسل وجهي كما قلت لكم بعد ما شويه الماسك وغنسد معكم الفلوق هنا ونقول لكم تهلاو في راسكم غدا غيكون فلوق جديد ونهار جديد وغنشارك معكم كلشي بحال ديما تصبحوا على خير.